مرحبا بك بلال. مرحبا عايشه. عايشه وجهه ما يدل. شنو باش تفسر لها؟ باش تفسر لك حاجه انه الفقره ذي اللي باش تصير فما حتى حاجه شخصيه بيني وبينك. مسبق مسين سعد انا وياك قاعد عاملين ستاج مع بعض. فما حتى حاجه شخصيه جوست شويه عمل تحقيقات. معناتها نوفل كبر فما مساله ما عادش يحب يسالهم هكا. لا 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 هذه حاجه اخرى تحقيق. يلا نحطوا الديكور. عايشه عطيه تواجه المحقق بلال. مرحبا بيك عايشة. جو دوا اتخ سيريوز ولا جو كيما تحب انت. داكو. كيما تحب انت خذ راحتك. داكو. وان توكا اللي باش يصير تو بيناتنا ما في حتى حاجة كيما قلت لك راهي شخصية. سلمى على بعضنا نبوسوا بعضنا. ميسج فما حتى مشكلة. فما حتى مشكلة. عندي شوية أسئلة عايشة. وماذا بيا كان عندك الجرأة وتجاوب عليهم. كان عندي الجرأة. احنا في تحقيق تو. اوكي. داكوردو. عايشة أنت عملت تجارب. إعلامية. فيها الفاشل وفيها الناجح كيما الناس الكل. فما تجربة اللي هي تجربة موزايك. نعم. داكور. أنت قلت اللي أنت خرجت وكذا، هو أنت ما خرجتش، هو تم طردك. تنجمش تقول لنا علاش تم طردك من موزايك؟ ما طردونيش. أنت تشال سيت انفورماسيون لا؟ المعلومات اللي عندنا اللي هو تم طردك. أوكي طردوني طردوني، جيتي با سي بيرفورمانت. أنا وقتها جو في أن أكسيدون. بالحق؟ انت عملت اكسيدون دونك oui. بالعكس il était très content le l'accident ذي نحب نعرفوا شنو accident de voiture sûr bah oui j'ai les مش accident من نوعية اخرى non accident de voiture donc j'étais pas présente في le je faisais pas je préparais pas mais au début c'était impeccable et après je pouvais plus c'était pas mon rythme je suis pas passionnée بال radio donc on a pris la décision les deux ensemble j'ai ni tambi maraloula. Et après, on a décidé les deux d'arrêter. فهمتك. أنت عايشة كيما أي إنسان وكيما أي فتاة عشت قصص حب. المشكلة في القصص الحب اللي عشتهم أنت كانت علاقات معقدة. مثلا مش مرة مش اثنين تدخل في علاقة مع شخص متزوج. متزوج؟ إي. شكون متزوجين؟ سألتك. مش بتجاوب بس كون كان انت عندك الجرأة باش تقول ما تقوليش خباو عليك خاطر شخصية معروفة معروفة اون بليس اعلاميا معروفة خرج فنيا واعلاميا مستحيل انا حاجة متاعي جو لا بارتاج با اون بيرسون كي ا مو نو جو لا بارتاج جامي كان عندك الجرأة باش تقول فازي انت مادام اسماء معروف لا انا ما نعرفش سألتك احنا عملنا تحقيق انت حماد ما عندك الخبراء اللي عندي عملوا تحقيق فازي دي لو اوت فوا فازي كان عندك الجرأة ما نجمش انسان معرس كيفاش انا نحكي حكايه كيفاش كان معرس كيفاش وانا نخرج معاه وانا نحطم له حياته شنو ما تصيرش؟ ما تصيرش بالنسبه لي انا ما تصيرش ما تربيتش هكا توت فاسون باهي انت من الوجوه الجديده النسويه الجديده الموجوده في المشهد الاعلامي ما خرجتش على القاعده اللي معروفين بها الوجوه النسويه الجديده واللي هي انك تعيش قصه حب او علاقه نفحه وطارت مع لاعب تونسي محترف في البرة نجمش تحكي لنا على التجربة هذه وعلاش ما كملتش؟ ما تقوليش ما في باليش وسمي لي. شكون هذا؟ ما نجمش نسمي لي. سي لو جوغ اللي أنا نعرفه اللي نصحاب على الآخر أنا وياه جو ما فيش افيك لوي سي عمر جمل. ديجا جو لادور. سي لو سول فوتبولور سينو جو كوني بيرسون. قلت لك محترف. محترف علاش عمر جمل ماهوش محترف؟ لا عمر جمل كان محترف وتو يلعب في تونس. نحكيك عليه يعيش البر. معناها كلمة محترف بالنسبة لينا سي لي بروفيسيونيل مش مشكلة أنت ماكش وكيل أعمال ولا فما باغ شكون يعجبني ميم عرسي تعرف شكون؟ سيسي اللي في مصر فرجيني سيسي فرجيني لي تخي بو فرجيني باغ كونتخ إلي ماغي تحب تخرب له داره معناها لطف عليه بالعكس مي إلي تخي بو هذاك يعجب فما الآخر تركيا عنده 11 سنة اللي في تركيا واسمه مزيان مزيان شكون؟ بختاروه من اجل الوجوه هذوك هذوما ديجا لي نون وراه انت الجوار اللي نحكي لك عليه تبارك الله معناها معروف تدا معروف في الدومين وعمل برشا علاقات حسب ما عمل برشا علاقات لا مادام معناها مش غريبه انك تكون واحده من واحده من العلاقات لا لا لانفورماسيون جاتك بالغلط نخرجش مع عبد محروق فهمت سورتو با مش مشكل ما دخيلك من انستغرام يا عايشه وحتى كيف كيف حتى من اعمالك واللي يشوفوها كيك سوا كليبات مقاطع يوتيوب ما دخلك سنويا ما تفوتش ال 10000 دينار في اقصى حالات ال 20000 دينار الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب الحمد لله سؤال مازال
أمريتم حياتك يتكلف أغلى من مداخيلك. نعيش بليش. نجمش تقول شكون السيد؟ نعيش بليش. نعم؟ نعيش بليش. لا تعيش بليش. أنا نعيش بليش دبر في. لا كسكروت تاخذوا بليش. لا أنا نعيش. أما الفواياج باش تاخذوا بليش. لا ناخذ أجانس دو فواياج عندي اللي هي بيا. وعندي شي ماغريف تلبس فيا وعندي شوستور تلبسوا فيا جولييس. عندي كل شيء بليش. ميرسي بوكو من لي سبونسور نتاعي. في بالك ما جاوش لي سبونسور نتاعي راني نكارديتا. بالحق؟ لي سبونسور نتاعك فما سبونسور آخر نورمالمون. نجم تقول لنا عليه. مش عيب لك مش عيب راه اجي نقول لك اي انسان شوف اجي نقول لك انا مرتي نصرف عليها عادي جدا كي كانت صاحبتي نصرف عليها انا جو فو اتر اون فام انديبوندونت دونك سي بور سا كو نخدم في الانستغرام فهمتك يا عائشه يا عائشه بين اللي تحب عليه وتحب تعيشه وبين الواقع نتاعك التداخل هذا خليك تعيش اضطرابات نفسية وصلت لدرجة أنك تعطيت أدوية نفسية أدوية تاع أمراض نفسية علاش وصلت حتى تم نصحك بالإقامة في مستشفى الرازي وش خاص؟ c'est une expérience que je voudrais vivre. Non mais c'est une expérience, c'est une très belle expérience j'imagine. En tant qu'artiste j'en ai besoin. Mais t'as un état de مريضة نفسية. On est tous des malades, on va tous mourir. حالتك مستعصية شوية. باا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 
حب نختم معاك عايشة. حبكش منرفزة. نو با دي تو. جيت قبل. نعم. قلت انه بسبب باساج في امور جدية. خسرت خدمة في الجزائر. الحقيقة هي انت ما خسرتيش. هم استغنوا عليك من قبل. اخويا كلهم مستغنين عليا. هما مستغنوا نعطيك هما ما هي انت ما رفضوكش بسبب امور جديه ولكن هو تم الاستغناء عليك قبل حتى الباساج نتاع امور جديه لكن انت باش تغطي الفشل نتاعك قلت بسبب امور جديه ومن بعد انت تعرفوا بخدمتك صديقتك ومن بعد فما واحده من صديقاتك المقربات هي اللي تمكنت ان تاخذ البروجي ذي شكون انا جابش نسمي انا كيفاش من البروجي عنده 4 سنين تحقيق سري لا 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 هكا تولي ماكش تعمل في خدمتك بالقدي لا اكيد لك انا خلصها وشكوني صديقتي المقربه شكوني اللي مشات لزير اصلا البروغرام ما تعملش تعمل افيك دوتغ كرونيكور حتى من فرح ياسمين اللي انا جيت انفيتي في الجزائر لها شي بارمي انا من العمره لي سول اللي مشينا للجزائر ما عملتوش معناها والبرنامج تاجل وانت تعرفوا شكون البروديكتور لا اي ما عندكش معلومات دونك انا مش تعرف اوكي وهما عبيد محافظه ياسر غادي زون با اكسبتي ويتفرجوا برشا في تونس دونك زون با اكسبتي صارت بوليميك عليها الحكايه اوكي ميرسي بيان تحقيق عايشك ميرسي عايشه